الخبر الرابع عن دراسة بتقول 5 حاجات لازم تعمليهم لو سنك عدى 30. 1، السن مجرد رقم. يجب أن تؤمني أن السن مجرد رقم، وأن المقياس الحقيقي هو طموحك وأحلامك وشعورك الداخلي بالحيوية والنشاط. 2، جددي أهدافك ونقيها من الأخطاء كلها. عامة إحنا كلنا بنقع في خطأ شائع جدا إن إحنا بنتجاهل تجديد أهدافنا بصفة مستمرة، مما بيصيبنا بالملل والإحباط والشعور بتوقف الزمن. الأمل هو اللي بيخلي تحديد هدف جديد من آن لآخر ضرورة لا غنى عنها. 3، دلعي نفسك. في الأغلب بقى لما بتصل المرأة لسن 30 بتكون أم مسؤولة عن عيال أو موظفة يقع على عاتقها مسؤوليات، خليها بقى ايه بتهمل في نفسها ومنهكه في كل المسؤوليات اللي وراها، لتصل في فتره ما من مرحله الانفجار اللي بتخليها ترفض واقعها وتدخل في حالات من الاكتئاب لا نهايه لها. عشان كده المراه يجب ان تجعل تدليل نفسها على راس اولوياتها. من المستحيل انك انت تنتجي افضل ما لديك وانت تعيسه. دلعوا نفسكم يا ستات. 4، وسعي دايرة معارفك. كلما زادت دايرة معارفك كلما اكتسبت خبرات جديدة وربما فرص جديدة لوظائف أهم ومشاريع أكبر. عشان كده يجب عليك أنك أنت توسعي دايما دايرة معارفك باستمرار، مع الأخذ طبعا في الاعتبار وضع حدود لكي لا تسمحي لأحد أبدا بتخطيها. 5، ابتعدي عن المحبطين في حياتك. كل واحد فينا عنده في حياته أشخاص كده، مجموعة من المحبطين تجدهم يتفننون في إثارة القلق في قلبك من كل مرحلة جديدة بتبقى داخل عليها. إذا أردتي فعلا السعادة عليك أن تتخلصي فورا من هؤلاء ولا تسمحي بوجودهم أبدا في حياتك. نصايح ذهبية بس اللي يسمعها ويقدرها ويعمل بيها. تقرير